خصومنا الذين لا نعرفهم، وطبعا الموضوع مهم جدا بحيث أننا نعرف أن لنا خصوم. نسأل الله أن الله لا يجعل لنا ولكم أي خصوم، وهؤلاء يأتون بطرق غير يعني ما حد انتبه لها، وسوف نعرفها كل واحدة على حدة. نسأل الله أن يعفو عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تصور شخص يوم القيامة يكون لديه أخصام كثيرين، وإن شاء الله ما يصير هذا الشيء لأي شخص كان. نسأل الله العفو والعافية. باختصار، تصور يوم القيامة يجون ناس يأخذون من حسناتك، ما نفع الكلام ده، عطوك سيئاتهم. فتخيل هذا الأمر وتصور هذا الأمر وهؤلاء الخصوم الذين لا نعرفهم. الله يسترنا وإياكم ويجيرنا ويجيركم. طبعا انت في حاجة الى حسنة واحدة ترجح بها موازين حسناتك ليغفر الله لك بها، والله غفور رحيم. والآن لا رحمة رب العالمين، لكن احنا نتكلم عن الخصوم الذين لا نعرفهم. يعني تخيل او تصور هذا الامر يا اخوي، انت بحاجة الى هذه الحسنة ويجي الخصم ويأخذ حسناتك. نسأل الله العفو والعافية. نبدأ بأول الخصوم. فكم شخص اعترض طريقك وأنت تقود السيارة بقصد أو بدون قصد، فشتمته وسبيته وهو لم يسمعك، فإن الله يسمعك سبحانه وتعالى، فهذا أحد الخصوم يوم القيامة. الخصم الثاني، وكم مرة رأيت شخصا لا تعرفه في الشارع فعلقت عليه أمام من معك زملائك، وقمت تتهزى بلبسه وبشكله وبهيئته أو تصرف قام به أي شيء، سجلت عليك غيبة لشخص سيكون خصيما لك يوم القيامة وأنت لا تعرف. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. الخصوم رقم 3، تشاجرت مع شخص ما فشتمت أمه وأباه أو أهله، ويكون هؤلاء كلهم خصمان لك يوم القيامة وأنت لا تعرف. نسأل الله العفو والعافية. رابعا، وكم مرة وأنت في حوار مع شخص ما تحدثتم في أمور أحد البلدان، فقلت عنهم مثلا الشعب الفلاني كذا أو الشعب الفلاني كذا، ولم يدري في بالك أنك ستقف خصمهم فردا فردا لكل ذلك الشعب أمام الله يوم القيامة بأن شملتهم بغيبتك أو بقذفك أو بشتمك وأنت لا تعرفهم. تصور أن يكون شعب كامل خصمك أمام الله يوم القيامة لكلمة لم تلقي لها بال. تخيل الشعب والناس والعالم طوابير كلهم صافين سرع يبغون يأخذون من حسناتك لكلمة لم تلقي لها بال. نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل عليك محمد، اللهم صل عليك محمد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء حتى الذرة من الذرة. رواه أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
وفي الحديث إن العبد لا يجي يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات، فيرى أنهن سينجينه فما يزال خصمه يجي فيقول رب إن فلان ظلمني بمظلمة، فيقول خذ من حسناته، فما يزال كذلك حتى تنفذ حسناته، فيأخذ من سيئاته وتطرح على سيئاته فيطرح في النار. أجرنا الله وإياكم من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس. قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليهم ثم طرح في النار. فانظر يا رعاك الله كم خصيم سيأتي يوم القيامة ليقتص منك ويأخذ من حسناتك، وإن انتهت يطرحون عليك سيئاته. أجرنا الله وإياكم. ما هو العلاج؟ ما هو الحل؟ ما هو الدواء؟ إن شاء الله في المواضيع القادمة سوف نرى العلاج بإرادة الله والحل والدواء. الحمد لله. فإن غضبت وزل لسانك وشتمت أحد أو قذفته فعاجل بالاستغفار لك ثم له، وقل اللهم اغفر لي ولأخي، وادعو له والأهله، فإن الحسنات يذهب من السيئات، واستغفر وتب إلى الله تعالى، تب إلى الله توبة النصوحة، تب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت بهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أخي يا رعاك الله، استغفر الله، استغفر الله أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة، قيل وما هي؟ قال: الاستغفار. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهذه صارت لي أنا شخصيا، استغفر الله الذي لا إله الله هو الحي القيوم وأتوب إليه، عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سترون عجبا من تفريج الهم وتيسير الأمر. الإكثار من الاستغفار، الاستغفار، الاستغفار يمنع العذاب، الاستغفار يجلب الأرزاق، الاستغفار يجلب الأمطار، الاستغفار يفرج الهموم، الاستغفار يمحو الذنوب كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تجعلوا الليل يمضي دون ركعات، دون دعوات، دون دمعات، وأحيوا ليلكم بالاستغفار.